السلام عليكم. وعليكم السلام، طلع تفضل أستاذ أحمد. أعتذر عن هذا يعني العراقيل التقنية التي واجهتها في البداية، وأحييكم وأشكر مؤسسة ويكيميديا الجزائر، مجموعة ويكيميديا الجزائر على هذه الدعوة، ومن خلالها يعني أحيي جميع المشاركين والمتدخلين الذين يعني قدموا مجموعة من المقترحات والمبادرات الغنية التي نأمل أن تساهم في إثراء المحتوى العربي على ويكيبيديا. أريد أن أتأكد من الصوت، هل هو واضح؟ نعم، الصوت واضح والصورة واضحة أيضا، تفضل. المهم أن هذه المداخلة هي ترتكز على وسائل إثراء المحتوى العربي على ويكيبيديا، وهي طبعا ليست مبادرة وليست تجربة شخصية، وإنما مجموعة من المقترحات أو النقاط التي يمكن أن ننطلق من خلالها نحو تطوير المحتوى العربي على ويكيبيديا، وهي مجملة في جزئين. الأول هو لمحة بسيطة على مسار تطور المحتوى العربي على ويكيبيديا، ثم بعده يعني نتحدث عن 3 تحديات و3 إمكانات لتطوير المحتوى العربي. لو كان يعني العرض المشارك من قبلكم يكون من الأفضل. المسار تجويد المحتوى العربي عرف تطورا ملحوظا منذ أن انطلقت ويكيبيديا العربي كما هو معلوم سنة 2003، ولأن على ذلك من الرقم الذي وصلنا إليه وهو يعني أكثر من 1,100,000 مقالة، ونحن على مقربة من ختم يعني عقدين على هذه الإمكانية المتاحة أمام المدونين والمحررين والمهتمين أيضا بالثقافة العربية. يعني نفكر في وتأتي هذه اللحظة للتفكير والتأمل كذلك في تطوير هذا المحتوى، وننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى طبعا تكون أحسن وأفضل وتسرع من وتيرة يعني إغناء المحتوى وتجويده على ويكيبيديا. إذا أمامنا هناك أفقين أساسيين من الإمكانيات. الأفق الأول هو أفق الشراكات، ثم أفق التحفيزات، والذي ربما طرح في عدد من المبادرات التي سبق بها المتدخلون. إذا على مستوى التحديات، هناك التحدي الأول وهو الرفع من وتيرة الانفتاح على الثقافة العالمية والثقافات الأخرى. إذا هذا التحدي الذي هو شعار المؤتمر ربما يكون من الصعب تحقيقه إن لم تكن هناك مقومات لهذا الانفتاح. وفي اعتقادي هناك 3 مقومات يتمتع بها العرب والعالم العربي. أولها التراث الثقافي، وبالضبط أعني به هنا التراث الثقافي المرتبط بمخلفات الاستعمار، فالاستعمار خلف ارتباطا لغويا بلغة المستعمر، وكذلك حضور مؤسساتي وثقافي لهذا المستعمر. طبعا أنا لا أدعو إلى الارتباط بلغة المستعمر، وإنما إلى إعادة التفكير في هذا الإرث بمنطق الاستفادة والاستثمار يعني مقوماته. فأستشهد هنا بإشراقة لجلال الدين الرومي، وهي ربما تبدو بعيدة عن السياق ولكنها يعني توصل الرسالة وتبلغها بأفضل من مقولات أخرى، حيث يقول أن الجرح هو النافذة التي يدخل إليك منها النور. فالاستعمار طبعا هو جرح، وهو جرح أليم في ذاكرة العرب والعالم العربي،
ولكن نحن الآن نفكر كيف أن نستفيد من هذا الجرح، وليس أن نعيش معه، وليس أن نعيش في الماضي. وبالتالي ماذا توفر لنا هذه المخلفات الاستعمارية؟ توفر لنا قاعدة كبيرة من يعني حاملين اللغة الأجنبية، نتحدث عن إسبانيا في شمال المغرب والفرنسية في شمال إفريقيا وفي الشام، نتحدث عن الإيطالية في ليبيا والإنجليزية في الشرق الأوسط بشكل عام. إذن هذه المقومات هي أساسية لتحقيق هذا الانفتاح. ثم هناك مقوم ثاني ويرتكز على المهاجرين العرب الموجودون في بلاد المهجر، والذين لديهم اهتمام بالتدوين ويحملون رسالة، يعني ترجمة الثقافة التي هم الآن قريبون منها وأكثر منا في العالم العربي، وهم يعني أجدر بترجمة ونقل هذه الثقافات وفي إقناع بالتالي المحتوى العربي على ويكيبيديا. ثم هناك في نفس الإطار أو المستوى هناك النخبة الأجنبية التي تعيش بالعالم العربي ولها يعني اهتمام بالثقافة العربية، أو يعني هم مهتمين بالثقافة العربية في العالم بشكل عام، يمكن استثمار يعني هذه الفئة كمقوم لدعم هذا الانفتاح. ثم في النهاية هناك مؤسسات ومعاهد الترجمة التي تتواجد في العالم العربي ككل. هذا المقوم الآخر ينقلنا إلى التحدي التالي، التحدي الصورة النمطية التي شكلها المجتمع الأكاديمي في العالم العربي على ويكيبيديا. فنحن نعلم أن مثلا ويكيبيديا يعني تروج عنها صورة نمطية مفادها أنها يعني غير موثوقة ولا يعتد بها في الأبحاث الأكاديمية كمصدر، على عكس بعض ويكيبيديات الأجنبية. وبالتالي فهي مصدر أكاديمي محظور ومشكوك في موثوقيته حسب هذه الرؤية النمطية. وبالتالي السبيل إلى الإصلاح وتعديل هذه الصورة هو إقامة شراكات أولوياتها يعني مصالحة المجتمع الأكاديمي مع المدونة. وفي هذا الإطار نجد أن مؤسسة ويكيميديا يعني فتحت هذا الباب سابقا وتضعه في تصورها، تعتبر أن الإغناء المحتوى على ويكيبيديا عن طريق هذه الشراكات هو يأتي بمنطق رابح، يعني أن القارئ يستفيد من مقالات ذات جودة عالية من ناحية أكاديمية، ثم أن يعني الباحثين بهذه المعاهد والجامعات يعني يحصلون على فرصة للتدريب وكذلك على قراء ويعني شريحة من القراء، وكذلك يعني بالنسبة للمؤطرين تساعدهم هذه الشراكة يعني كآلية أو كمكون أساسي في المقررات الدراسية التي يضعونها لطلابهم. هذا التصور موجود عند ويكيبيديا ويمكن العودة إليه هذا السياق، وبالتالي نحن ممكن أن نبني عليه ونستثمره. وأنا سقط في هذا الإطار يعني كان نموذج شراكة كانت يعني أقامتها دولة قطر من خلال معهد قطر لبحوث الحوسبة و 2011، وكان هذه الشراكة التي أقامتها قطر مع ويكيبيديا تستهدف استنهاض المحتوى العربي على موقع ويكيبيديا. وبالتالي هو نفس الهدف اليوم المحدد للمؤتمر، وبنت هذه الشراكة على أربع طبعا مبادرات
منها يعني تطوير الحوافز للمحررين باللغة العربية، ثم دمج تحرير مقالة ويكيبيديا في المناهج الدراسية، وهي نقطة أساسية لإصلاح العلاقة بين الويكيبيديا والمجتمع الأكاديمي أو الأكاديميين بالعالم العربي، ثم إنشاء أدوات لترجمة المقالات عبر المعهد، وكذلك تعيين محررين ومساهمين في تعزيز المحتوى ومساعدتهم على تعلم كيفية التحرير بفاعلية. إذا هذه الآلية، آلية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية وبين مؤسسة ويكيميديا، يمكن أن تفضي في العالم العربي إلى إصلاح هذه الرؤية التي تحدثنا عنها، الرؤية النمطية، وهي رؤية ليس من السهل تغييرها، ولا يمكن تغييرها في وقت قصير، لأن شروط تغيير الصور النمطية معروف وأصعب، يحتاج إلى مجهود ويحتاج كذلك إلى وقت. بالنسبة للتحدي الأخير الذي سأختم به، وهو كيف يمكن لويكيبيديا العربية أن يعني يكون لها حضور مؤسساتي في الواقع العربي. فالتكنولوجيا لا يمكن أن نقتصر عليها، و يعني نبقى مرتبطين بالتكنولوجيا ونعتمد عليها في تطوير المحتوى، لا بد من حضور واقعي، وتمت إشارة إلى هذه النقطة في بعض المداخلات السابقة. إذا كيف سيكون هذا الحضور الواقعي؟ هو ربما شراكات أو اتفاقات مع الدول، وهنا يثير نموذجين، نموذج الملحقة الثقافية للسعودية، المملكة السعودية في أستراليا، التي كانت يعني نظمت ماراثون العلوم، وكان هذا الماراثون بشراكة مع ويكيبيديا، وكانت يعني المسابقة تعتمد على ترجمة المقالات من الإنجليزية إلى العربية ونشرها على ويكيبيديا. كانت هذه المسابقة سنة 2019. وكذلك هناك نموذج آخر للمملكة المغربية، وهو لا زال إلى الحد عن مفتوح، مبادرة جائزة المركز الثقافي على الموسوعات التشاركية، ومن ضمن هذه الموسوعات تم تحديد موسوعة ويكيبيديا. وطبعا هدف هذه المبادرة أو الجائزة هي التعريف بالتراث الثقافي المغربي، وهذا هو هدف لقطر لدولة، ولكن هو يساهم في إغناء المحتوى العربي بشكل عام. فهذه الآلية أو هذا المثالين من المبادرات هما مبادرات تحفيزية ضرورية لإبناء المحتوى، وبالتالي لا سبيل لتطوير المحتوى من غير آليات التحفيز، وكذلك شراكات قوية لتغيير الصورة النمطية، والاعتماد على المقومات التي تحدثنا عنها. أرجو أن تكون هذه النقاط أو المقترحات يعني بداية ونقطة من في نهر المبادرات التي تم تقديمها في هذا المؤتمر، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الحبشي على هذه المداخلة وعلى إدلائك بدلوك في موضوع كيفية إثراء المحتوى الويكيبيدي من حيث تحفيز المشاركين والكتاب. أعتقد أن موضوع التحفيز هو موضوع قد يخرج بتوصيات عديدة. نأمل أن من لجنة التنظيم أن تدرجها ضمن توصيات المؤتمر، ولما لا العمل على المزيد من المشاريع بغية تحفيز الشباب العربي على إثراء المحتوى الويكيبيديا العربي.